كما ذكرت على في نقطة متقدمة في الحدود، وكما أشرت أيضا في مقدمتك الجميلة أن الناس تعيش حياتها الطبيعية ولله الحمد المنة. نقاط حرس الحدود كما تشاهدونها أو كانت في اللقطة السابقة منتشرة على الحدود وتراقب الوضع، والأمور إن شاء الله مطمئنة جدا ولله الحمد. النقاط تراقب باستمرار حدود المسؤولية، ونتابع تحركات المعتدين أيضا عن طريق المعلومات من الداخل والخارج. نحن كما أسلفت نعيش وضع آمن، ولكن لا نركن إلى هذا الأمن، بل نتابع بكل حذر وبكل يقظة وبكل استعداد وجاهزية للتعامل مع أي طارئ أو في حال محاولة المعتدي الاقتراب من الحدود.